مساء الخير. اليوم حلقتنا مختلفة عن كل الحلقات. بندش في وياكم في افتح يا سمسم او بن سسمي. ويانا الاستاذ علي الريس من الانتاج البرامج المشترك، وهالاشياء اللي ربينا عليها. طيب شايفين الحوسه اللي مسويها نعمان وملسون يعور وره وشموسه، اهلين يا هلا. مهفه بعد على على, على, على حياك الله ابو محمد. الله يحييك، مبارك حبيبي، تشرف لنا. الله يسلم عمرك. احنا سعيدين ولنا الشرف احنا كمؤسسه برامج نتعامل مع فنان يعني ما يعني شامل. الله يطول لي عمرك، تسلم. واحنا في ضيافتك واللي تامره احنا تحت الساعه الف مباركه. اليوم احنا اخرناهم شويه، تدرون على ما يلبسون الكاستيوم اللي يحطونه وعلى ما يعرفينه شويه نعمان وملسون. ملسون اليوم ولا كلمه. وشمس على ما طوفناها من طاحت لماعين، يعني صار حوسه. بس يلا سامحونا اليوم، بس اليوم اكلتنا خفيفه ظريفه، الكل يحب يسويها. وسولف وياي ابو محمد الله يسلمه، كان يدرس في امريكا، عدل؟ اي نعم. كنت في اوريغون. في اوريغون، جامعه اوريغون. نعم. فاليوم برد لك الباربيكيو مال الامريكان. الله، بس باربيكيو على نكهه الكويت على شغلنا. بنسوي يبيله ابو داود. نعم، الساعه المباركه. عندنا اليوم اشياء متعدده، انا بعد لكم واحده واحده، وصفه وصفه ابتدي اشتغل فيهم. اول شيء كل ابونا نحب الشيش طاووق اللي هو الدياي المقطع، طبعا انا حاطه هني اللي هو الدياي الصدور العادي مقطعه، ومسوين الخلطه مالته، والدياي التندوري الاحمر والدياي التندوري الاخضر، وطبعا على قولتهم مشوي مالنا اللي هو اللحم التكه وربيان. ما شاء الله، فعندنا شكه ما شاء الله عامره، الصفره عامره بنشوي. وعندنا عندنا خباز التنور، جاب التنور ويخبز عشان ناكله ويا خبز حار، ما قصرك يا خبزنا الخبز، مشكور ما قصرت، يعطيك العافيه. نعمان على عباته. انا ما ابي خبز. مشكور، نعم الله. بعد هو حق اللقافه زين بعد. نعم. عجبك. تفضلك. خوش. قام يصوت اللي ورا. انزين. الحين بالرد بعطيكم المقادير واحده واحده عشان تصيرون وياي، وانا عشان ما اضيعكم واضيع انا بعد، لان المقادير وايده، فببتدي بمقدار مقدار. اول شيء الشيش طاووق اللي نسويه، هذه 2 كيلو دياي صدور مقطعه، معاهم علبه روب، معاهم قفشه بهار مشكل، وصبغ الزعفران، مو زعفران، صبغ الزعفران عشان ما يعطي طعم، يعني طعم الزعفران، وقفشه كركم، وفلفل اسود قفشه، وبهار التندوري اللي هو الحار او بارد اذا حبيته، ونص كوب زيت عادي اللي هو الزيت، هذا الزيت نص كوب، هذا حق الكيلو وين ترى، وقفشه بابريكا انا حاطهم هني كما تشوفون البهارات، صبغ الزعفران بالوسط والبابريكا، الفلفل الاسود، الكركم، والبهار المشكل، وثوم وزنجبيل. هم لازم الثوم والزنجبيل هذا المهروس يكون وياهم. هذه مالت الوصفه الاولى، ابى اخلط قدامكم واحده واحده، فبسويهم قدامكم عشان اوريكم يطلع نفس التتبيله هذه اللي عندي. يعني نقدر نسميها خلطه القصار؟ يعني يعني مبيوقه، بس انه يعني شوي شوي. هذا الشكر ما احتاجه هني، الشكر منك حق الربيان. حطينا، انا ما راح احط كوب الروب كله، بحط لكم هني بسوي مقدار صغير، قفشه روب، شويه ثوم مهروس، وشويه زنجبيل. قاعد يعني تشوفين شموس؟ ها؟ ما ادري ايش جايبت لك. نعم؟ ها؟ لا هذا مشروم ما نحتاجه، احط المشروم مكانه. وهذه البهارات، شويه كركم، شويه بهار مخلوط، شويه بابريكا، وشويه من صبغ الزعفران، وشويه فلفل اسود، هذه كل الخلطه هني، عليها طبعا لازم عصير ليمون. انا قلت لكم نص كوب، يبي له نص كوب عصير ليمون، وشويه خل عشان يعطي المزازه هذه اللي فيها، كاهية. وتالي نخلطها كلها مع بعض. نسينا الزيت، لازم الزيت عشان ما يتحرق عليكم الدياي، وهذا الزيت والملح حسب ما تحبون. ما شاء الله بحط... زيتك صافي جدا. اي زيت الذره، زيت الذره التموين. تموين، نعم. الله يخليك. هذا الخلطه كلها كامله، اللي يبي يزيد طراوه الدياي يضيف له شويه بيكنج بودر، قفشه صغيره بيكنج بودر اذا مستعجل، واذا عنده وقت طويل حق التنقع لا ما تحتاج. فاحنا شوفوا هذه الخلطة استوت قدامكم، هي نفس الخلطة اللي تبلنا فيها، وهذه نفسها بنجيبها هني، هذا الدياي على طول، شوفوا الكيوبز حطيناه هني،
وهذه الخلطة اللي سويناها فوق على طول. هذه خلطة المتخامرة، شوف فيها البيكنج بودر شو منتفشة، يعطينا نفس النتيجة اللي هي عندكم. ونرد لكم ونقول لكم عن الخلطة الثانية. أنا وريتكم طريقة الشوي اللي على قولتهم الشيش طاو بتسوونه بروحهم، بس بلادي البنات يشكون، أنا بخلي كم قطعة أشكهم عقب وياكم. منو عندي من البنات؟ هني يشيلونه ملسون شوية فيها حرج السالفة، بيشكون صدور دياي. اوكي؟ هو من ترى من قبل أنا وحياتي. إي خايفك تنتف ريشة. لا 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 ما راح نتف ريشة، بس راح تكون كذي تالي. راح ياخذون البنات هذول الاغراض يشيلونهم عشان يشكون الدياي، وانا بشك لكم عقب، بس لازم عشان ناخذ وقت فيهم. فعندنا الحين الخلطه الثانيه اللي الدياي التندوري الاحمر. عندنا ديايتين مقطوعين بالنص مشيولين الجلد عدل، وعندنا راس ثوم مهروس، وعندنا مطري شويه اللي او بيكنج بودر خفيف للحم، وزنجبيل وثوم طبعا لازم راح نستخدم بالخلطه، وقفشة بهار مسالة تلاقونه في كل مكان، جرام مسالة اللي هو عشان طعم التندوري، وكوب روب، ربع كوب ليمون، وربع كوب خل، وصبغ أحمر اللي هو صبغ الأكل هذا، وفلفل حار أحمر اللي يحب يستخدمه. وداود كلمة تندوري هذه يعني تنور. الشوي بالتنور أساسها جاية من بشاور، وطلع من بشاور لا هو كان هندوسي وراح سكن في بشاور، فسوى هذا التنور يشوي فيه وصارت مشهورة بالهند كلها العبارة هذه، الكلمة هذه على طول. أي هو يسمونه التندور، فتندوري تندوري منه نفس الشيء. عندنا بعدين عقب ما عديت لكم هذه، ها ربع كوب زيت، هذه الخلطة كلها مالت الدياي التندوري اللي بنسوي. هني هي حق الثاني اللي هو الاخضر، يقولون لوادم ليش لونه اخضر؟ اخضر لان الفرق هذا عن هذا، هني راح نستخدم الفلفل الاحمر، هناك طبعا يستخدمون فلفل اخضر بحت، وياه كزبره، الكل يبون نعرف الكزبر، وياه الله يسلم عمركم الفلفل الاخضر مطحون، ونفس البهارات، بهار التندور، ثوم وزنجبيل مع بعض، وهم نفس الشيء، ربع كوب زيت، وربع كوب ليمون، وربع كوب خل. حق دياي فريش بقى. دياي فريش نعم، ما يصير مثلج. لا لا مثلج عادي بلا مثلج، شيل عنا الجلد تشتغل فيه عادي. بالعكس ترى اللي حل الدياي الفريش مالنا كله ضعفان وضامته طالعه عدل. شايف اللي عندنا هنا رابي يبدا يسويك تندوري، تندوري ملسون بالصيف. عندنا الوصفه الثالثه او الرابعه، خلصنا من الاخضر عرفته، ها وانا اضيف له اللي ابي لون الاخضر هذا القامج، لون الصبغ مال الاكل طبيعي، نقطتين الوان طبيعيه تحطها وياهم فتعطيك هذا اللون. عندنا اللحم اللي كل ابونا نحبه، لحم التكه، هذا مقاديره جدا بسيطه، ما فيها يعني على قولتهم تعقيد. هذا عندي هنا 3 كيلو لحم صافي، تقدرون تستخدمون الفتيله مالت الظهر او لحم الفخذ على حسب الموجود عندكم. فلفل اسود قفشه كبيره، ملح قفشتين او حسب الرغبه، خل عندكم نص كوب خل، وقفشه كركم كبيره، وبهار مشكل مال البيت العادي. فيها شحم؟ فيها شحم؟ لا ما فيها شحمه خفيفه، عاد احنا نشك بين الشحم عشان كذي بنضيف له زيت شويه، ربع كوب زيت عشان يعطيه شويه طراوه. وبعدين اللي يسرع في النضيان ماله هذا الشيء اللي يعني يمكن الناس ما يعرفونه، الكيوي. ما شاء الله. فكيويتين مهروسين ينخلطون بالخلطه هذه، الخلطه اللي قلتها بتصير نفس الطريقه هذه، نفس الشيء اللي هي فلفل اسود وملح وعصير ليمون وخل وكركم بهار مشكل وكيوي مطحون وبيكنج باودر او مطري اللحم مع الكيوي، كيويتين ياخذ هذا المجموع كله. هذا اللحم عقب ما يتبل يصير عندكم بهالطريقه. عندنا الخلطه الخامسة، فخلني أنتظر شوي وأطاولهم الأغراض يشكونهم وأقول لكم الخلطة الخامسة اللي هي الربيان. وبقول لكم الحين الربيان شلون خلطته. نعمان شوي أطيح المواعين واللي سلم عنده الدفاشة، ترى الدفاشة عنده على الراحة حبيب قلبي. أنا بقول لكم لا اسمع، أدري فيك والله أدري. إنزين هذا عندي الربيان، الربيان عندي كيلو وين ربيان؟ هذا جنبه يعني الجامبو. نعم هذا الجامبو الكبار، كيلو وين ربيان، بس انا طبعا مخلي 3 ما تبلتهم عشان اتبلهم قدامهم، هو كان متبل جاهز. الربيان كلش بسيط، 2 كيلو ربيان،
ملح حسب الرغبة خفيف، فلفل أسود قفشة، وربع كوب سويا صوص، كل بنا نعرف السويا صوص، ربع كوب سويا صوص، وقفشتين من السكر عشان الربيان يحب الشكر فيطلع الفليفر مالته، وقفشة كركم، وبهار مشكل قفشة، ونص كوب أو ربع كوب ليمون، عصير ليمون، وربع كوب زيت عادي. خلطهم كلهم مع بعض وتخليه لغاية وقت الشوي، قبل نص ساعة، قبل ساعة مو مشكلة. أنا أحس بداود أنك اليوم هذه الحلقة صحية، كأنك يعني مراعينا احنا كفتحنا يا حبيب قلبي. أحس أن الأكل صحي 100%، لأن صحي 100%. جمهورك بيصير أطفال بعد. إي نعم، وخبز عندنا خبز التنور، خبز حار، خبز خبزنا اليوم مو خبز أبيض، معيون على الخبز الأسمر، فمسوينا شوفوا حاطين فيه سويدة وحاطين فيه سمسم، كل مقوماته يعني. سلامة عمركم، هذا اللي قلت لكم. أنا بس ما يمكن نسيت أذكر لكم أن اللحم وياه بعد كوب روب، ما أدري أنا ذكرته ولا لا، أنا سامحوني لأن كذا وصفة. لا أعتقد هذا هو كامل. الحين بنبتدي بس نشك، فأنا بشك قدامكم صيخ واحد، وبعطي البنيات الله يسلمهم يشكون الباجي عشان يفضون لي الطاولة من هاللوية، وأرجع لكم مرة ثانية وأنا شك وأشوي وناكل أنا. بعد إذنك بداود، ترى هو نعمان مسوي رجيم. ها ايه بسوي رجيم، بس الظاهر اليوم بيصير فري الاكل. شمس ايش دبق فيها كستان تحوس بديش طيحت. ايه المهم احنا في حوستنا اليوم مع افتح يا سمسم، فقبل لا نقول لكم لا 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 نشوفكم عشان نشك اللحم. قاعدين نشك الديايات في هالصيخ، هذا خوش تنور اللي ابو النياه عشان نوقفهم في توقيف، بس يبي قياس عدل، ما علينا، لان الصينيه اللي يبي لها مدوره المفروض يبي صينيه طواليه عشان يركب فيها كل شيء، تمشي مع 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 ال... مع مع الصياخ اللي فيها. نعم، نعم. كم صيخ بداود يصير؟ الحين الباقي بنشكهم بالصياخ الصغار، هي وياها صيخين، الثاني ما في مساكه، لازم مساكه تمسك الدياي. نعم. انا اوريهم شلون طريقتها. بسم الله. حرارة الفرن، حرارة الفرن هذه بعد تنور حار. تنور. إيه تنور حار، بس عاد هما شوف على الحطة عشان يحطونه، إنه ما يصير لاصق كلش بالضوء عشان يمسك. بسم الله. يعني تلقى الأخضر يستوي قبل ولا الأحمر؟ منو؟ لا والله يعني والله ما يندر، الحين بنشوف بالتنور. بسم الله. بعد ما يحتاج كاتشب، ما كاتشب لا 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 ما في كاتشب كلش. إيه بس كل امور طبيعيه هذه. حتى ترى صبغ الزعفران اللي حطيته اذا ما يبونه، لان هناك بالهند ومكانه ما يحطون الصبغ، يحطون فلفل حمر حار، بس احنا ما نقدر عليه. إيه لكن يصير سبايسي، يصير وايد سبايسي زياده على اللزوم. هم دائما يسالون ابو داود الناس لما نطبخ لهم الاجانب، نعم، يقول انتم عندكم بهارات غريبه وعجيبه، دائما يسالون احنا شنو العجب في اكلكم؟ شنو الطعم؟ لان هم البهارات الاجنبيه عندهم، البهارات احنا العربيه تختلف، بهاراتنا احنا ماخوذه من صوب الهند عدل، ومن افريقيا، ومن الاماكن اللي فيها الفلفل الاسود. تركيبه عشان نحطها. هم يستخدمون على قولتهم الايربز اللي هم الأعشاب. اي هم الروزماري والزعتر البري والاشياء هذه، الاعشاب العطريه يستخدمونها وايد، احنا عندنا استخدامها قليل. هذه البطاطا تيودها ما تنزل. واه كل صيخ في دقيقه نص دقيقه، كل صيخ في نص دقيقه، وهذاك صيخ العود في سيفيه ديايتين. احنا لو عندنا الصياخ الكبار زود كان سويناهم اكثر. عاد بعدين داود لما بتغسل يدك بعد هالبهارات شو تسوي؟ انا والله شوف مشكلتي مشكله، اذا عندي حفله اروح ديني كنا محنيه حمول. بس تعودوا عليك خلاص. اي عارفين الاولاد بعد خلاص. يمكن بيقولوا لك تعال انت مع الطبق مالك، لا تجينا بعد. لا عاد هذا معوزهم كعيزوا.
ابو محمد مساء تسالني عن عن الامريكان. نعم. ويا اكلهم اقول لك احنا نوبه في بالشقه عندنا في لوس انجلوس. ايه مسوي مرق شبزي ما شاء الله. ايه والشبزي الله يطول لي عمرك ريحته عاطه طبعا تدري حماس الشبزي عطت في المجمع كله. نعم. ثاني يوم انا بالاسانسير ولا تقول لي اشوف واحده من الحريم شاريه تشيس كله بهارات اشكال ورناق عشان اقول لها ايش هالبهارات يعني عشان تقول لي هوز كوكينج يسترداي قلت لها مي عشان تقول لي وات كايند اوف كوك شنو اللي تطبخونه قلت لها شبزي ستو لما امرقت شبزي عشان تقول لي وات شبزي قاعد اترجم لها لحم وخضروات سفن كايند اوف سباي هذول اللي لهم الاسئله ولهم وتسالني عشان اقول لها عشان تقول لي انا رحت شريت كل السبايس اللي لقيت معرف الله. عشان بطلع نفس الريحة اللي أمس أنتوا تأكلون منها. قلت لها يا بنت الحلال فالش طيب يعني don't worry I have some I saved from tomorrow I will send it for you. الله. زين أنا أطرشته إبراهيم ويا واحد من ربعنا الله يرحمه يقول لي الصبح طلعت مودي الشيس تكرمون مال الجاربج مودي برا يقول لحد أنا سمعنا أنا وإبراهيم نفس الحجم كنا أنت ذوبح واحدة يقول لمتني thank you for the food قلت لها أي food أي عبالها انت عبالها انا إيه؟ يومي كان يقول لي انت البارحه مجسم اكل قلت له هذه يارتنا وعجبها الشبزي نعم. وطرشت لها من مرق شبزي ومشخور كان يقول لي لمتني برا لما تقول لي الفودو تقول لها الدودات ماشي السالفه مره من الصبح شابقتني تقول لي تقول لي الاكل مطرشين علي يا بطاري الاكل ما اعرف السالفه ما تدري ايش سالفته أقول لك إحنا أكلنا بالنسبة لهم شيء غريب ولذيذ يعني يحبونه ويفضلون دائما إيه دائما متعجبين من أكلنا ودائما دائما يثنون عليه ويحرصون عليه بس إيش بداول أنت لما تتبل أو تطبخ نعم ما تقول أغنية ببالك دائما على لسانك أو شغلة وفن تشيله هذا عاد صج بس الحين وين تقدر تقول غناية إحنا في شهر الفضيل أو عبارة كذي أو كذي تقال يعني والله شو أقول لك يعني ما اعتقد يعني حتى لا ساعات وانا في المطبخ هي يعني يشيلني الفن يشيلني الطرب واشيل واغني واحده ابو داوود ما نقدر الحين احنا في قبل الفطور قبل الفطور ما نقدر نهلل ونكبر لا اله الا الله محمد رسول الله عسى الله ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين ومحمد متى شلونك مع الطبخ؟ والله انا مو ذاك الزود بس احب الطبخ استمتع انا زين حق غسالة المواعين حق التقصص وانا عشان سيدي شمس اشوف شوف 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 كلمة ما طويها يا شمس هاي اللي يقول كلم معي ندوج لمعي بسم الله لا اله الا الله بس انا ذويق زين يعني عجبك يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعجبك على طبخنا يا رب لا يعجبني ونص هذه ليش عشان لما ما نبي تلصق طلع عليه شويه من الزيت بسم الله الرحمن الرحيم عاد الحين بتحتشرون يا ابو محمد يلا ما عليك من طلب العلا سهر الليالي على قولك بسم الله الرحمن الرحيم ودي اياه يصير بروحه ولا اي نعم كل شيء بروحه عشان يصير صفة واحدة كذي وصفة واحدة كذي واللي يستوي نخلي فوق عشان لا يبرد الله اي صح الربيان اخر شيء لانه ما ياخذ وقت سهل اي بديت بالدياي والحين جاي اللحم اللحم نعم غريبة ماكو قطاوة عندك اللي بداوت هذا قطاوة ملوعين كبدي خانقوني العيال يبا بس قلت يجننوني يبا القطو مضر يعني يقولون حليه وهذا لا القطو مضر مضر نعم انا حتى عشان بروح اشيك على الدي اي بعد هناك اي بالفرن بعد ان شاء الله والفرن يكون مفتوح بداوود مفتوح نعم ياخذ راحته على الراحه هذه صفيناها هني خلينا نشوف شيء على فرننا من هناك نعمان دخت خليكم هاني توقف تباري الديان
شفت يا نعمان هذاك الصحي ابو داود مسوي له اليوم لنا صحي 100%. ها شوفوه الله ايش تسوي على راحته. لا تقدر بيان نشيل الخيط اللي بظهرها. اي نعم قبل ايوه نشيلها مره واحده. اي إيه. انت نشقها من ظهرها ونشيل الخيط شوي عشان تبطل. تعب وقتي الهمه ما شاء الله ترفع كلش. صحة وعافية حبيب قلبي. الحين ما تنسى نقلبهم ونصب لنا بعد صفة الدياي وكذي نكون خالصين. دائما يشتكون هل الرجيم عدل؟ نعم. وهل النوادي ان اكلنا مو صحي؟ ايه؟ بعد اكو اكثر صحي من كذي؟ ما اعتقد والله ما اعتقد. خضره مشكله مشويه وقلنا لهم اللحم مشيول عنا كل الدسم ونضيف له زيت نباتي حق 3 كيلوات نص قلاص يعني ما بي ذاك الزود. نعم. العاده احنا من نمشوي اللحم. لا اللي ترى اللي بيدير بال على اكله يعرف يعني يعرف يقنن. نعم يعرف يقنن. إيه يعرف يعرف يقنن. نعم. هذه وهذه هني الديايات مشوي كله صدور يا جماعه. هل الرجيم الشباب والتتبيله كلش سهله وتقدر تسويها بالبيت حتى على الصاج مو لزوم الا شوايه. عنده اختيارات اذا يبي ربيان ربيان. نعم. واذا يبي الحمى الحمى ويبي سبيتش سبيتش قصدي عدل ديايه ديايه موجود يعني. كل شيء موجود يعني. نعم. كل خيرات الله. الله يديم الخير والنعمه بيدي يا رب. امين يا رب العالمين. ايوه هذه للحيمات يمهم. طبعا احنا مسوين كميه زايده لأن ما شاء الله هذا كل من يشفي عليه راهي. أكيد. إيه. أكيد. فإحنا مصورين طاقم كله شغالين الطاقم كله فخيرات الله وايدة. بس إحنا الحين تقريبا حق البرنامج وسليم ولطيف وما يسمى مشكور حبيبي مشكور. شمس هذه شمس مشكورة. أنا من عندي من الدخان ما قمت أشوف. شوف اليوم كاشخة بالثوب يا أبو يا داود. سلام. إيه. يبي ليش فصل سامري الحين. عدل. نعم مشكورة مشكورة ما قصرت. لا تعجبك شمس تعجبك. خوش نيتنا والنعم والثلاث نعم. نعمان ما قدر يقاوم ترى ابو يا نعمان وملسون. ملسون انت بتاكل ربعك يا ملسون ما يصير. خليك على الربيان ملسون يقشر فيه ومنقاره. ها فانت جبت لي ماعون حق اللحم بروحه ودياي بروحه مشكوري ما قصرت. نحط اللحم بروحه. هذا اللحم والخبز يمه. نعم. ما اعتقد اكو وجبه ألذ من كذي بالصيف. كنا ملك الخبز على قولتك. نعم. اي نعم كنا الخبز ملك. الله يذكره بالخير. درب الزلق. درب الزلق. يبدا درب الزلق. نعم سعد الفرق. اعتقد وجبتنا كذي جاهزه. ننطر اللي على الفرن وهذه خبيزاتنا من التنور همزه بيمها. شنو قلت لي بالخبز ابو داود هذه حبه هذه سويده.
سويدل اللي هم يسمونها الحبه السوداء حبه البركه. العينه عاديه، العينه عينه خباز عاديه لا تقلبون عمركم حق العينه، حتى حق البيتزا انا اخذ عينه الخباز العاديه ألذ وانطع. العينه هذه المات الاكياس اللي يبونها كلها طحين ابيض وزبده ولويه، هذه عينه خباز ممتازه كلش. انا اشوف لويه وراي ايش عندك شمس بتعشين زين الحين والله ما بقى شيء، انت باقي على الوقت كثر عندنا حين بيذن. يلا اذن اذن. ام نعمان اليوم فنتك بالوزار. اي نعم. وملسون ملسون هذا بنغطي، بنعطيك ربيان بنغطي هذا عندك عدل بس ربيان عشان لا نجرحه. اي نعم لا نجرح شعوره. بنصف لنا صفه ونشوف اني اللي استوى من اللحم. ايوه هذا على وشك انك عشان نزيده مع اخوانه. والله ابو داود كنا الفرن احسن من الفحم بعد. صدق؟ اي والله. اي التنور اي يمضي على الرحش شلون نضد دقيقه ما شاء الله. نعم. المهم قبل لا يتخدى نعمان زود علينا نقول لكم فما الله وما قصرت يا ابو محمد عسى عمرك طويل. والشباب ما قصرتوا نعمان وملسون و شمس شمس الحلوه مبلغ تحيات المؤسسه كلها طاقم وعاملين كلهم مؤسسه الانتاج البرامج المشتركه تقدم لكم احسن التحيات وتقدم لكم احسن البرامج. وتابعونا ان شاء الله مع نقصه جديده مع نقصه القصار. شوفكم اقول لكم فما لا شوفكم. لا 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 ل